هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ سوري اليوم كنا مختفين. ليش حسيت اني باليوتيوب فجاه؟ المهم لانه ويهي موجود فجاه. سوري مختفين عنكم اليوم. وي ور بيزي. عقل كان بيزي بالجيم، انا كنت بيزي يعني ستاف. ليش تشلبي؟ مو بيزي بالجيم، بيزي نايم كنت وبعدين رحت الجيم. خرب نومتك. المهم اليوم نبي نجيب العيد. امس جبت العيد ماسك الصبار، اليوم نبي نجرب ماسك كارلا. وتبي تجرب وجهي اعوف الدنيا تاتب. ايه ليش مقعدتني انا صمانديقي؟ شنو هذا يسوي فرح؟ انزين هذا اول شيء يكون في بالويه وسخ، حتى لما نغسله يكون بالويه وسخ. احنا ما نقدر يعني مثلا يعني قصدك شويه وسخ؟ لا مو عنك. اوكي انا اسفه. يعني في ناس او وايد ترى الماسك الاسود مفيد اكثر شيء حق البشره الدهنيه. انا بشرتي مختلطه. زين ليش قاعد تلين راسي لورا عشان اشوف؟ اوكي انزين. فاللي عندهم مسام مثلا وايد مسام ومسام بطلة، هذا الماسك يشد البشره ويسكر المسام وينظفهم، ينظف كل شيء اللي تحت، الطبقه اللي تحت البشره اللي احنا مو قادرين نوصلها لما ننظف وجهنا. خلصنا عليها عقيل، الحين يا دوري. تدرون انا ايش كذا كنت مشتغله على هذا الماسك؟ انا شوفوا انا وايد اتابع فيديوهات يوتيوب، فوايد اعرف من البلوجرز والانفلونسرز اللي برا الاجانب، فوايد اشوفهم يتكلمون عن الماسكات هذه اللي كذي، وخاصه المغناطيس. يعني كان عندنا الماسك اللي مغناطيس كذي يسحبوه، ترى ريحته نعناع، وايد حلوه ريحته. ترى متوفر بالعيادات، فتعرفون اللي احس انه وايد اسهل انه يكون متوفر عندكم بدال ما تروحون عياده وتدفعون حق جلسه وما ادري شنو. هذا عندكم اول تسووه، وايد عجيب كثره عند هذه المنطقه، لان هذه المنطقه يطلع فيها اكثر شيء مسام. انا احس المنطقه هذه خلصت العلبه يا جماعه، ترى ريحته حلوه. احس فرح احنا انتو ما شاء الله ما شاء الله البنات يعني تنظفون ويهكم وكذي، احنا الشباب مو وايد نهتم، فاحس ان احنا يبين علينا اكثر منكم. اي صح.